من الصعب نختار طبق واحد يمثل فرنسا، لكن أغلب الآراء بتقول إنه لازم يكون البوتوفو. بنجيب كوارع مسلوقة ونخليها، لأنهم بيعتمدوا على أكل النخاع اللي جوه الكوارع، ونزود ملح ونلفه بشاش ونسيبه على جنب شوية. في حلة فيها مية مغلية هنحط اللحمة والبصل والبطاطس والكرات والبقدونس والزعتر والروزماري واللفت والجزر والكرنب، ونسيبهم على النار لحد ما اللحمة تستوي كويس جدا. بعد كده بتتقدم سخنة مع العظم بالنخاع. ودي كانت حكاية طبق فرنسا من حكايات أطباق اليورو.